ما أريد القيام به في هذا الفيديو هو التحدث عن محبة النواة نيوكليوفيليسيتي نيوكليوفيليسيتي وهذا في الواقع هو مدى محبة شيء ما للنواة، أو يمكن أن أخرج بتعريف الآن، وهو ability for an atom for an atom or ion or molecule to give away extra electron and bond within nucleus. القدرة بالنسبة لذرة، أيون، جزيء على أن يكون محب للنواة أو يتخلى عن الإلكترونات الإضافية ويترابط مع أنواة أو مع شيء آخر مثل النواة. وأريد القول مع النواة تحديدا لأن هذا ما تعنيه كلمة نيوكليوفيليسيتي، حيث تعني شيء يحب النواة، خاصة الذرات الموجبة التي يمكن أن يعطيها إلكتروناته الإضافية. الآن كجزء أول، إذا أردت تعريف ما هو محب النواة الجيد، فهو يجب أن يكون لديه إلكترون إضافي ليتخلى عنه. have extra electrons to give away. أفضل الأشياء التي لديها إلكترونات إضافية لتتخلى عنها هي الأيونات السالبة أو الأنيونات. إذا أيون الفلور هو محب للنواة بشكل كبير. إذا أيون الفلور هو محب للنواة بشكل كبير. في العادة الفلور لديه 7 إلكترونات تكافؤ، 1 2 3 4 5 6 7، لكنه كهروسلبي بدرجة كبيرة، قد يكون قادر على سرقة إلكترون آخر من أحدهم، ومن ثم يصبح أيون الفلور ومن ثم يصبح أيون الفلور مع شحنة سالبة. يمكن عمل هذا لكل الهالوجينات، يمكن عمل هذا للكلور، يمكن أن يصبح أيون الكلور، البروم يمكن أن يصبح أيون البروم، أيون اليود يمكن أن يصبح أيون اليود. لنقوم بنفس الشيء مع اليود هنا، اليود مرة أخرى هو هالوجين لديه 7 إلكترونات تكافؤ، لديه عدد إلكترونات أكبر بكثير من الفلور، لكن إذا نظرنا إلى غلاف التكافؤ لديه فهو لديه 7 إلكترونات. ومن ثم هو أيضا كهروسلبي بشكل معقول، لكن ليس على مثل كهروسلبية الفلور. تذكروا الاتجاه أو النزعة تسير بهذا الشكل من أسفل يسار إلى أعلى اليمين. إذا الفلور هو كهروسلبي بشكل كبير جدا، لكن اليود هو كهروسلبي بشكل جيد. هو هالوجين، وأيضا هو قد يكون قادر على سرقة إلكترون من أحدهم ويصبح أيون اليود. بشكل عام الأشياء مع الإلكترونات الإضافية سوف تكون محبة للنواة بشكل جيد إلى حد ما. مثال آخر وليس هالوجين وهو أنيون الهيدروكسيد. إذا الـ OH، حسنا، وربما في العادة الماء سيبدو بهذا الشكل. في العادة هذا ماء محايد، والأكسجين لديه زوجين من الإلكترونات المنفردة، لكن الأكسجين هو كهروسلبي بشكل جيد، وهو أصلا نوعا ما يأخذ إلكترونات من واحد من الهيدروجينات، وعند درجة معينة ربما قد يأخذه بأكمله. ومن ثم لدينا أنيون الهيدروكسيد هذا سيبدو بهذا الشكل، لدينا الزوجين المنفردين من الإلكترونات الأصلية بهذا الشكل هنا في هذه الرابطة. كان لديه هذا الإلكترون وسيأخذ هذا الإلكترون من الهيدروجين. إذا الآن لديه 2 آخران من الإلكترونات، سأرمزه بلون مختلف. لقد أخذ هذا الإلكترون من الهيدروجين، والآن هذا أيضا لديه شحنة سالبة. هذا أيضا نيوكليوفايل بشكل جيد إلى حد ما، محب للنواة. وبالطبع لدينا الهيدروجين الآن لقد خسر إلكترون، لديه فقط بروتون في نواته. حالما نرى الاتش موجب سيكون هذا بروتون فقط، لا يوجد شيء آخر لهذا الهيدروجين، لذا هذا الهيدروكسيد هذه كلها محبة للنواة بشكل جيد، حيث لديها
شحنة، شيء لتعطيه، لديها شحنة إضافية. الآن من بين كل هذه، من تعتقدون أنه سيكون محب النواة، الأقوى أو الأضعف هنا؟ حسنا، ما سنقوم به هو التفرقة. ماذا يحدث في المذيب البروتوني في مقابل ما يحدث في المذيب الغير بروتوني؟ سأكتب هذا، سأبدأ مع المذيب البروتوني، مع المذيب بروتوني، بروتيك سولفنت، سأرسم عمودين هنا، المذيب البروتوني، ومن ثم سنقوم بالمذيب الغير بروتوني هنا، ابروتيك سولفنت، بروتيك سولفنت. مرة أخرى، هذه كلمات غريبة لكنها تعني شيء بسيط جدا. المذيب البروتوني هو شيء لديه هيدروجينات والتي يمكن أن تؤخذ منه، أو قد يكون لديه بروتونات تطفو في الأنحاء. ومثال على المذيب البروتوني هو الماء أو أي كحول. الماء هو أبسط مثال، أو ربما الأكثر شيوعا، والسبب لما قد يكون هناك بروتونات تطفو في الأنحاء هو هذا التفاعل بالضبط الذي مبين هنا. ربما بين الفينة والأخرى يتشكل آنيون الهيدروكسيد، حتى أنه من الأرجح ربما الماء يأخذ هذا الهيدروجين من واحد من جزيئات الماء الأخرى، واحد من جزيئات الماء يأخذ الهيدروجين من واحد من جزيئات الماء الأخرى ويصبح هيدرونيوم، حيث ليس في الضرورة أن يكون بروتون لكن هو الأكسجين. لكن هو الأكسجين اللي نقول إذا بدأنا مع الماء وواحد من هذه الإلكترونات أعطيت إلى بعض البروتونات الطافية في الأنحاء ستبدو بهذا الشكل، لديه شحنة موجبة، ومن ثم هذا البروتون هو متاح بقوة. يمكن أن تتخيل أنه سيكون في الغالب يطفو في الأنحاء لأن هذا الأكسجين يريد حقيقة استعادة الإلكترون. إذا المذيب البروتوني هنا هو الماء. في الماء قد نرى القليل من الهيدروكسيد، القليل من البروتونات، والقليل من الهيدرونيوم، نرى كل منها هنا. وخلاصة القول هو أن هناك بروتونات يمكن أن تتفاعل مع أشياء أخرى. سأمسح هذا بحيث يكون هناك مساحة. سأكتب هنا الماء. الماء هو مذيب بروتوني. الآن انتظروا، هل هذا هو الحال دائما؟ يبدو أن الهيدروجينات هي في كل مكان. حسنا، لا، هذا ليس الحال دائما. دعوني أبين المذيب الغير بروتوني. الداي إيثيل إيثر يبدو هكذا. الداي إيثيل إيثر يبدو هكذا. وحتى نتعلم التسميات، فهو إيثر لأن لديه الأكسجين، وهو داي إيثل لأن لديه اثنان من مجموعات الإيثل، مجموعة إيثل هنا والمجموعة الثانية هنا، إذا داي إيثل إيثر. الآن قد تقولون هذه المجموعة لديها هيدروجينات حولها أيضا، ربما يتم إطلاق سراحها، لكن لا، هذه الهيدروجينات هي مترابطة مع الكربون، والكربون هو ليس كهروسلبي مثل الأكسجين. هو ليس كهروسلبي مثل الأكسجين، ليس من المرجح للكربون أن يسرق إلكترونات الهيدروجين وتصبح هذه الهيدروجينات حرة. إذا كانت هذه الهيدروجينات مترابطة مع الأكسجين فإن هذا سيكون محتمل. إذا مع الماء لدينا HOH، HOH في الكحوليات لدينا سلسلة كربون معينة مترابطة مع الأكسجين، والذي يرتبط مع الهيدروجين. إذا في كل هذه الحالات، سواء الماء أو الكحول، لدينا هذه الهيدروجينات، حيث يمكن أن يؤخذ الإلكترون من قبل الأكسجين لأنه كهروسلبي بشكل كبير، ومن ثم الهيدروجين يصبح حرا. على أي حال، هذه نظرة عامة للمذيب البروتوني مقابل الغير بروتوني. في المذيب البروتوني، وهذه في القواعد في الواقع قاعدة مهمة، إذا كان من المرجح أن يتفاعل محب النواة مع المذيب فإنه سيكون محب سيء للنواة، باد نيوكليوفايل. فكروا في هذا، فكروا في هذا، إذا كان هذا يتفاعل مع المذيب فلن يكون قادرا على عمل هذا، لن يكون قادرا على أن يتخلى عن إلكترونه إلى من يحتاجه. سنشاهد هذا في تفاعلات الـ SN2. في المذيب البروتوني ما يحدث هو أن الأشياء التي هي كهروسلبية بشكل كبير وصغيرة جدا مثل أنيون الفلور، سأرسم أنيون الفلور، أنيون الفلور. في المذيب البروتوني ما سيحدث هو
أنه سيكون محجوب من قبل الروابط الهيدروجينية. هو سالب جدا، هو سالب جدا، لديه شحنة سالبة وأيضا مكتظ ومزدحم. وكما ترون هنا إلكتروناته قريبة جدا ومقيدة، هو ذرة أو أيون صغير جدا في هذه الحالة. إذا نظرنا إلى اليود، اليود لديه 53 إلكترون والعديد من المدارات. في الواقع أيون اليود لديه 54، سيكون لديه نفس عدد الإلكترونات. اليود أيون الفلور سيكون لديه 10 إلكترونات، 9 من الفلور، زائد أنه يحصل على واحد آخر، لذا هو ذرة أصغر بكثير. إذا عندما يكون لدينا ماء محيط به، لنقل أن لدينا شيء مثل الماء ولديه شحنة سالبة. الماء هو قطبي، الماء هو قطبي. في الحقيقة كلا هذه هما قطبي، إذا يجب كتابة قطبي لكل منها. هذا مذيب بروتوني قطبي، بولر هذا مذيب قطبي غير بروتوني. في هذه الحالة الماء ما يزال أكثر كهروسلبية من الكربون، إذا ما يزال لديه شحنة سالبة جزئية. هذه الأجزاء ما زالت سالبة جزئيا، الماء ما يزال لديه شحنة سالبة جزئية، الهيدروجين لديه شحنة موجبة جزئية، لذا سوف ينجذب إلى الفلور. هذا سيحدث حول كل الفلور. وإذا كانت جزيئات الماء منجذبة إلى الفلور بحيث طبعا ما تشكل غلاف محكم حوله، فهذا يجعل الفلور من الصعب على الفلور أن يتفاعل. هارد تو رياكت. إذا هو محب سيء للنواة أكثر من أيون اليود أو الهيدروكسيد. في المذيب البروتوني القطبي الهيدروكسيد لديه نفس النتيجة، ما يزال يشكل روابط هيدروجينية، لكن إذا أردنا أن نقارن بينهم، أيون اليود هو أكبر بكثير، أو أيون اليود هو أكبر بكثير. ربما سأرسمه بهذا الشكل، سأرسم غلاف التكافؤ له بهذا الشكل. هو أيون أكبر بكثير، هو أيون أكبر بكثير، لديه كل هذه الإلكترونات هنا، ولهذا ما يزال يشكل روابط هيدروجينية مع الماء، وسوف يشكل روابط هيدروجينية مع طرف الهيدروجين من الماء، لأنه بشحنة موجبة جزئية، لكن ستكون الإلكترونات متزاحمة أو مكتظة بشكل أقل. وفوق كل هذا أيون اليود هو أكثر قطبية، more polarizable، هو أكثر ك أو أكثر هو أكثر قطبية، more polarizable، more polarizable. وهذا يعني أن سحبة الإلكترونات هي كبيرة جدا، وإلكترونات التكافؤ هي بعيدة جدا عن النواة، بحيث يمكن أن تتأثر بالأشياء وتكون من المحتمل الأكبر أن تتفاعل. لنقل أن هذا أيون اليود سيصبح أقرب للكربون الذي لديه شحنة موجبة جزئية. إذا لنقل أن الكربون موصول مع البروم، ومن ثم هو مرفق مع 3 هيدروجينات، وشاهدنا أن هذا لديه شحنة سالبة جزئية، هو أكثر كهروسلبية من الكربون والذي سيكون لديه شحنة موجبة جزئية. ومن ثم أيون اليود هذا والذي لديه إلكترونات بعيدة جدا يصبح قريب لهذا. المزيد من سحب الإلكترونات سوف تنجذب للشحنة الموجبة جزئيا وتكون بهذا الشكل، ومن المرجح أنها ستتفاعل في المذيب البروتوني القطبي. أيون الفلور من جانب آخر إلكتروناته مزدحمة ومتراصة، وهو محجوب من قبل الروابط الهيدروجينية، لديه احتمالية أقل لأن يتفاعل. إذا نظرنا إلى الجدول الدوري، إذا نظرنا على الهالوجينات في المذيب البروتوني القطبي، الهالوجينات هذه ستكون النسخة الأيونية من الهالوجينات. يوديد الهالايد سيكون الأفضل كمحب للنواة. أيون الفلور سيكون الأسوأ. إذا في المذيب البروتوني القطبي سأكتب هذا بولر بروتيك سولفنت، بولر بروتيك سولفنت. ومن ثم لدينا هذه الحالة، حيث أيون اليود هو الأفضل كمحب للنواة، وأيون اليود متبوع بأيون البروم متبوع بأيون الكلور، ومن ثم في النهاية أيون الفلور. الآن العكس صحيح في المذيب الغير بروتوني. في المذيب الغير بروتوني أيون الفلور وهو كهروسلبي بشكل كبير. أيون الفلور هو قاعدي أكثر،
هو قاعدي أكثر، سيكون أكثر استقرارا إذا كان قادرا على تشكيل رابطة مع أحدهم أكثر من أيون اليود. أيون اليود هو مستقر نوعا ما. إذا نظرنا إلى يوديد الهيدروجين، هو في الواقع جزيء حمضي بشكل كبير. إذا أيون اليود نفسه، القاعدة المترافقة من يوديد الهيدروجين، سيكون قلوي سيء جدا. لذا عند التعامل مع مذيب غير بروتوني نسير في اتجاه القاعدية. سنتعلم في الفيديو التالي أنه في الواقع القاعدية ومحبة أنواع مترابطة بشكل كبير، لكنهم ليس نفس المفهوم. سنتحدث عن هذا لاحقا. إذا كان لدينا مذيب غير بروتوني فلن يحدث تفاعل مع المذيب كثيرا، ومن ثم في هذه الحالة أيون الفلور هو في الواقع أفضل محب للنواة، ومن ثم متبوع بأيون الكلور، ومن ثم متبوع بأيون البروم، ويليه أيون اليود. إذا هنا نسير في اتجاه القاعدية، هذا الأفضل وهذا الأسوأ في المذيب الغير بروتوني. إذا كنا في مذيب بروتوني سيصبح العكس، هذا يكون الأفضل وهذا يكون الأسوأ.